نين دا شو دي جيغا دي بيح آنان ديرين لال ينان نگر دي حينو دحال كيس وغار يحي لا يحان اسكو حينو لماع كل الخدا يان لول كيسي كو مامولي نين كاساس لها يو مدوغلاو باتا مركاسو يري وردوغلاو ما هي دي عسبو احايو داما اسمو كو دالانو دب تيدان كو كوريو دقاليه ان سوهلو انو الميل واحد اغنبان ديش اغو شبايي نين كي آن ديب كاسيو دول كاس دير لاسو مري حدو إيجاد دقاتي وحبت دوران مايه دون تا اغو شبايي او ديكي سنجل مرقاسو كي كالنا جوابا وحو يري راقاد ديگا حالا يو دود دي ني ديگا استيه انا آن ميت اغن رو horta dhicis bay iyo magacay waad dulbahanto waxaan ahay dhameyskii dhohdhohleeyay ii dor oo dhabarku godon yahay gaalada ka dhici jir dhefta aad ka hadashana taadiga dhacda badan dhulkan taad ka guratiyo dhaqaalihi adduunyada dhulkan taad ka guratiyo dhaqaalihi adduunyada dhabcaalkii xumaa iyo madalgihii waxaa tahay dhuntiisa mariyo waxba dhaafi waayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته مالك ولا سيف لبان بلشان سومالي نلك سؤال جوك تاني سكا سؤال دوضا ونسا وحي لا تاي إلاد غراتين هستا خرنع إيه آن كون بلابي برامشكا هستا سيوحا ويي مد آن كسميي دقال لدك سؤالا قبل كسول غار هان دقمد الله سعانوت إن شاء الله تعالى يضر لما يسترن أيان دوان إذن لو داقي دونا وحي كحب ليسا وحيابها لك لأمن سيهي يحارد دميشة كجرت انت سوا انت هرع انت كله ما انت وحد دجال علوس وكان عيدك بدل اسعانه دجال كاس وحب بالاودي ساكا شنتي ايو بركي اما افرتي بركي الله عدة ويرر كسوا قاضي والسكو ايدي لبدا دنا سومالي لان وحي تري وحان سوا ويرري بنتلا ايو مليشيات ارجحسا او اي ودتو وانا اسك دفعني دهن لانك اس اس سي وحاوي قول وي أي جارين صونا بندق دقال كنا والو جبيي كوحدي موسى بيحي سيدا عدايلة أنكو هل وعن رأي إن شاء الله تعالى مركو هوري بل إنان إدين داوت سيوه غار كميد أهتراكيش SSC أو صو بندق جاهدي أي كقب سدين مامركا موسى بيحي بل مركو هوري موقال كاس إلى الدعوة الرحيم ساكا شرطي مركي هذه الحيوان هي دقال في الوضي وحالو خكي حين يقول الضوالك إلى أي مراجي وانو ودني يادي كربلان أو قاري السوق دعوه هي وقف سنة قاري بيها بيها واحد سنة وحوا يا خسارة ما يتولي وحوا يا داو عدين حديث وترمى لها وحوا يا هدي أنا عيدا كي وحكوش غي هاي تلسي دوك عدي أي حبدي كرد نصعتها وشي إذا ماذا أسي ما هاي عبد الله يوسف محمد سيفن كاسر كوكب وعيد ماذا حقو درر كاتيه عن كاسر سي او قاري عن سوق قيل ودوموكا سوق قبطي عيد ماذا ايه قحان تقوها ايه قاري عن تقال علوس وصاك مركا لكا قرحي مقاد الله سعانوت
وبابورت لغا سو قبطي سوماليا حال لديز وصومالي فوي ستيف حال لديز هو اي هايستا صومالي هو اي هايستا وغبالنا وياي عرفت واحد ترى هذا ليس الخبر كلب عين يعني واحد لغوش شيء وحكم مهم سن واحد أذوق عرقتي هذه لغيرة ما هو لو حاسة كذا أنت سو جاي ذا لك على قبسط لبكاس لسوقيس قال هبلو أيا جعان سريسي هذا إن رهاع وحكو عرق waxaa soo dhame waxay noqon karaan sheegash waad aragtay laba dhumood kala qabsaday ee la soo bandhigay dabcan su meesha lagu qabsaday wax weyn ba ka dhacay waxa kale oo rabaa inaan idin tuso hadana maxabiis saas inta loo qabtay la tajinayday saas laga taxtaqinayo saxariya sax sax lee ayaan iyadana rabaa inaad daawataan si ay idinku uga cadaadaan meesha waxa ka dhacay بل هذا موقال كان كلي أن وتضعون إن شاء الله تعالى كذبنا وحوي وحك كل حاجة أيام كهذا الدون ومحابستي واتسوس عت واتسوس عتي إلا قال أبو تاجلا أهي سمارتي أنت دمنا لك عليا أنت دمنا لك عليا وريها دليل وريها هاي وريها هاي هم نفر حسارنا فر حسارنا فر حسارنا ساكو حلقو حريو ها أبو يرك حيا أبو يرك حيا أبو يرك حيا ما أنت هرم دي لنا دوني الله حيا هرم دي لنا وياي وحن فيلا يا حضره ان اندينا كو اركتين محابيستا عيدن كي سومالي لا اما موصبي حويلشي مساكين تاي سومالدا او سو خلدي او هلكاس لو غودا دغن يه الى ليه صح وريا صح ورا درغن هكودي مي ما قع مرارعين وحبا مي ودان ميا ادو سويدي ماشا سو عويه ولا اسكو ريقمي دغال ادق با كدعي وحا ويه غول وين ayayna SSC maanta ku talaabsatay een waxa kale aan rabaa insha Allah taala ragga muhiimka dagaalka ku dhintay inaan iyagana sawiradooda intuso waxa saaka dagaalkaas ku dhintay sarkaal iyo wiil uu dhalay wiilka waxa la yiraahdaa Mus'ab Maxamed Dhigane odagana waxa la yiraahdaa Gaashaanle Maxamed Dhigane waa taliyaha guutada 10aad ee ciidanka Soomaaliland وانا حق اصور كودا ادركتا وان لا يحيى ماشاس دباته وين با كدعدي ويرركا عيد سو قادي انغا waxa weeye waxba noogama jiraan markasta waxa duulaan ah sida aan aaminsanahay ciidanka Soomaalila sababtoo ah gurigiisa nin degan oo maxuu ahaytay caruurtiisi iyo maxuu ahay dumarkiisi iyo hantidiisi difaacanaya anagu marna eed saari mayno madfacani kala dul fadhiya xataa haduu isagu weeraro waxaan leenahay weerarka waxa ahaa ninka dhulkan ewel dul degana in badan baan ka hadalnay in badan baan maamulka Muuse Bixi waxaan ku niri warhaadhe Soomaali kalama adkaato hawiye ayaa markhaati ugu filan Soomaali oo 20 sano ka badan isdilayay mana jirto hal tuulo oo maanta hawiye kala haysto balak kasta waxay joogtaa awoowayaasha meesha ay ku dhasheen iyo dhulka ay dhaxleen ayay fadhida laakiin dad badan baanu tabeynaa oo maanta waxa weeye garabkeena taagnaan lahaa kuna baxay dagaaladaas intan dagaalku bilaaban baa waxaan niri Muuse
ciidamadaada oo geyso kadibna haddii aad rabto inaad wali sii xukunto laascaanood war maxuu ahaa reer laascaanood la hadlo waxa tiraa war maxaan ku midoobi karnaa hadda hadda iyo dan bahashu saas ahaataan dhahnay laakiin wuu diiday weliba isagoo yacni lagu tirinayay ragga garanaya khasaaraha dagaalku leeyahay ayuu muuse wuxuu iska dhigay nin aan waxaasba ka warqabin oo qabaar moog ah laakiin waxa weeye maanta ayuu natiijadeedii hayaa maalin kasta baroor baa ka dhacaysa burcay iyo berberiya hargeysa waxa weeye guryo badan baa laga agoontoobayaa kuwa laftirkoodu way dhimanayaan reer raascaanood laakiin waxa weeye xikmad waxaa jirta soomaalida itiraad ma walaa sixir rowdinna gelay waxa weeye nimankani haddayna dagaalamin xataa waa la dilay oo iyagu dilma horayaal ayay ahaayeen marka anigoo xabada ridayo isdifaacaya halay dilo ayay ka door bideen anigoo meel muxuu ahaa bibita iska fadhiya iyo anigoo muxuu ahaa masaajid ka soo baxa iyo anigoo gurigiisii gelaya halay dilo sababtoo ah markasta haddii dil imaanayo adigoo isdifaacaya aad dhibato ayay sharafta ku jirtaa waxaan lidhaa geeri sharafeed marka waxaan leeyahay muusow maanta ma haysaa natiijada dagaalkii aad ka horeysay gobolka sool waayahay waxay ila tahay warbixinta ku filan in aad ka hesheen labada dhinacna waxa weeye yacni ssc-na waxay tiri maamulka muuse biixee weerarka soo qaaday qoladaasuna waxay dhaheen weerarka waa nala ku soo qaaday iyagoo puntland iyo dad kale muxuu ahaa u saariyey waxa weeye se markasta waxaa gardaran oo duulaan ah ninka degan gooj cadde wixii warana kusoo kordha waan idinla socon siin doonaa haddana intaas ayaan warbixin meesha kaayaa hada wbilaa tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu